مساء الخير مشاهدينا الأفاضل، نحن هنا متواجدون في المسبح الأولمبي بمدينة وهران، أين تمكن السباح الجزائري أسامة سحنون من التتويج بأول ميدالية له في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. ميدالية سحنون كانت في نهائي 50 متر سباحة، أنهاها في المرتبة الثالثة وتوج بالميدالية البرونزية. أولا أسامة سحنون، مبروك عليك هذا التتويج. يعطيكم الصحة، ميرسي بوكو. نشكر الشعب الجزائري اللي كان حاضر اليوم بقوة باش يساندني. كما يقول لك هذه يعني ولفت بها باللسان في السراء والضراء. اولا حبيت نقول الحمد لله كثيرا لهذا الانجاز. جاء بعد فتره طويله وفتره صعبه، بعد 3 سنوات كانت فتره جد جد صعبه بالنسبه لي. بعد تحقيق يعني كنت لو بلو ميداي في لي جو ميديرانيان في طاراغونا افيك ميداي دور اي ميداي دارجون، تحصلت على اوقات عالميين، يعني رابع احسن توقيت عالمي. سي فري بعد الفترات تاع الكوفيد يعني ça a influencé beaucoup 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 sur ma performance, sur le niveau تاعي. j'arrive pas à me retrouver pendant des années des années. alhamdulillah j'ai pas lâché l'affaire, je me suis accroché malgré que je suis passé avec des moments très 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 difficiles. Oui, même j'ai pensé parfois abandonner, arrêter de nager et tout. Mais alhamdulillah, صبرت ونلت وهذا توفيق من عند رب، يعني من عند رب ربي سبحانه. الحمد لله نقدر نقول باللي هذه الميدالية البرونزية هي ميدالية من ذهب. والحمد لله ما يخفي لكمش باللي التوقيت اللي تحصلت عليه الصباح والمساء هو توقيت دو تري تري بون كرونو، وين كانوا قادرين ياهلوني اوفيسيلمون للنصف النهائي في البطوله العالم اللي اقيمت الاسبوع مؤخرا. مي فضلت نحضر الالعاب البحر الابيض المتوسط باش جو دون اون بون بريستاسيون ديفون الشعب الجزائري وفي بلادي. ما يخفي لكمش ايضا يعني في الفتره الصعيبه وين دوبي دو موا يعني جو مو سوي سيباري دو 100 متر ناج ليبر، وين سي ما كورس بريفيري. تو سا يعني بور دوني لو ماكسيموم بور كيما يقول لك افوار هاد لا ميداي. الحمد لله اليوم لي ساكريفيس تاعي ما راحوش هكذاك. Le 100 mètres nage libre, je vais le reprendre bientôt, très très bientôt, inchallah. Et voilà. Oussama, بعد تتويج هذا بالميدالية البرونزية، أنت ثمنت هذا التتويج، اعتبرت أنها بالنسبة لك ميدالية ذهبية بالنظر إلى الظروف الصعبة جدا اللي مريت بها، بالنظر إلى العديد من العوامل اللي خلاتك أنك حتى تخمم يعني تفكر في الاعتزال نهائيا. بعد التتويج بهذه الميدالية نقدر نقول الآن بأنها انطلاقة جديدة لأسامة سحنون. الحمد لله اليوم الهدف تاع هذا الألعاب البحر الأبيض المتوسط، الهدف تاع هذا لا كومبيتيسيون سي دو روغاني لا كونفيونس. الحمد لله اليوم أوبجيكتيف أتان، جو في كونتينيو à cette lancée. On va dire que voilà, Oussama Sahnoun راهو كيما يقول لك يعود من جديد ان شاء الله. اكزاكتومون، وان شاء الله راح نبذل كاع المجهود تاعي باش نكمل في هاد لا لونس ان شاء الله. و جو دون دو تري تري بون بريستاسيون ان شاء الله لي بروشين كومبيتيسيون انترناسيونو. ما ننساش نشكر الشعب الجزائري، نشكر ناس وهران، الناس اللي ساندتني من بعيد وعن قريب. يعطيكم الصحة أسامة. يعني من محاسن صدف أن أيضا الزميل تاعك جواد سيوتوي جاي يوم أمس بميدالية ذهبية، اليوم تمكن أيضا من حصد الميدالية البرونزية. واش تقول على الإنجازات اللي حققها جواد؟ هي إنجازات إيجابية، دايوغ نشجعوا على هاد الإنجازات. إلا في أون بون بريستاسيون أوسي، إي فوالا إلا ترافاي جو بونس دور. إي أجوردي كيما يقول لك راهو ينال واش تعب. ان شاء الله القادم افضل بالنسبه ليه ان شاء الله ايضا. وان شاء الله كل الرياضيين الجزائريين ان شاء الله يشرفوا الجزائر ويمدوا ان شاء الله كيما يقول لك صوره ايجابيه على الجزائر والسباحه الجزائريه ان شاء الله في لي بروشين كومبيتيسيون ان شاء الله. اسامه، من محاسن صدف انه انت وجواد كلاكما من مدينه قسنطينه. نعم، هذا صافي بليزير الحمد لله. كيما يقول لك الحمد لله شوي فياق. دايوغ نشكر الشعب القسنطيني اللي ساندني في الفتره الصعبه اللي جزت بها بوندون 3 سنوات في الاخفاق تاعي في الالعاب طوكيو. نشكرهم بزاف بزاف، نشكر الحي تاعي البراشما اللي ساندوني، نشكر كاع مناصرين السياسي السنافر يخليكمش بلي انا سنفور في الدم، نشكرهم بزاف بزاف. صح ساندوني كيما يقول لك راجل واحد ووقفوا معايا، يعني فريمون يعني جيت était vraiment surpris. Je suis quand même bzaf bzaf on قولهم كملوا يعني
يعني تيقوا فيا ان شاء الله، وبربي ان شاء الله مانيش هنخيبكم ان شاء الله، ويعطيكم الصحه تحية لكل وبارك الله. الجزائريين اكيد. بيان سور بيان سور بيان سور، انا هنايا قلت لك فضلت البطوله العالميه باش جوست بوغ دايوغ جو مسي سيباري دو 100 متر ناجيبر جوست بوغ دوني اون بون بريستاسيون لهنايا بوغ افوار هاد لا ميداي في هنايا في بلادي. ما يخفيكمش باللي هادي هي ما بروميير كومبيتيسيون هنايا في الجزائر في لا كارير تاعي. سيتي ان بو سبيسيفيك مي الحمد لله اليوم وفقني ربي باش ننال هذه الميداليه والحمد لله يا ربي.